بالنسبة لمكانة الدول الكبرى في هذا العالم، تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، تحدث عن الصين، تحدث عن روسيا، تحدث عن الاتحاد الأوروبي، تحدث عن دول كبيرة في منطقة الشرق الأوسط كتركيا وإيران. دلالة التوجه إلى روسيا من حيث هذا المسار أو هذا الإطار، إطار أن روسيا الدولة الكبيرة في هذه المنطقة بالتحديد. أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية قبل أن تكون لها وجهة سياسية هي حاجة وضرورة للحكومة الأفغانية التي كانت تحتاج لتقليل مشاكلها الاقتصادية، وكانت من المفترض كما قلت لكم آنفا أن تقوم الحكومة الأفغانية بمثل هذه الخطوة. فأعتقد يعني الوجهة الأساسية لهذه الخطوة هي القيام مثل هذه الاتفاقية مع الجانب الروسي. طبعا يعني أفغانستان هي دولة محيطة يعني ليس لها طرق وصول إلى المياه والبحر، وبالتالي يعني تحتاج لأن تتعامل مع الدول آسيا الوسطى خاصة روسيا. ومن ناحية أخرى كما قلت لكم يعني الجانب الروسي كذلك كانت تمس بحاجة لعقد هذه الاتفاقية، حيث لا تجد لتصدير سلعها ومنتجاتها إلى الدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية. وبالتالي يعني لقد ساعدت هذه الظروف الطارئة للجانب الروسي وكذلك الجانب الأفغاني بأن تقوم الطرفين بتوقيع هذه الاتفاقية. ومن ناحية أخرى طبعا يعني حركة طالبان والحكومة الأفغانية حاليا تحاول لأن تقوم بفتح علاقاتها السياسية الاقتصادية التجارية مع كافة البلدان، حيث يعني أثبت الحكومة الأفغانية الجديدة بأنها ذات سيادة سياسية واقتصادية وتجارية، وبالتالي فإنها تتعامل على أساس ظروفها واحتياجاتها مع كافة الدول، وأبواب تعاملها اقتصاديا وسياسيا مفتوحة مع كافة دول المنطقة بما في ذلك الدول الكبرى مثل الصين وروسيا ودول أخرى بما في ذلك الدول الأوروبية وأمريكا.